من بورصة الكويت يسعدنا أن نرحب بكم ونسلط الضوء على فعالية تقيمها بورصة الكويت. هذه الفعالية بعنوان المرأة والازدهار، وهذه الفعالية بالتعاون مع منصة بلاي بوك المعروفة بالتعليم الإلكتروني للسيدات في المناصب القيادية. الفعالية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في القطاعين المالي والاستثماري، والتركيز على الاستراتيجيات الاستثمارية والمالية، وكذلك تمكين المرأة في هذا المجال. أيضا هناك تم توفير منصة لتمكين القيادات النسائية لمواكبة المشهد المتطور المالي العالمي والمعرفة المالية في هذا المجال. أيضا هذه الفعالية تحتوي على ورش عمل وحلقات نقاشية، وفيها كذلك خبراء مرموقين في هذا المجال المالي والاستثماري. أيضا أود أن أشير إلى أن بورصة الكويت حصدت على جائزة في عام 2023، وذلك بسبب إسهاماتها في تمكين المرأة في القطاعين المالي والاستثماري، وهذا مؤشر على مدى متانة المبادئ التي تتبناها بورصة الكويت. أخيرا هناك جرس سوف يقرع بعد نهاية تداولات بورصة اليوم احتفالا بهذه الفعالية. هذا كل ما لدينا، وعودة إليكم من جديد.